أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: فرقة الأباضية هل هي تابعة لطريقة الصوفية؟ الأباضية هذه خوارج، ولا من الخوارج، عندهم غلو على مذهب الخوارج، يكفرون بالكبيرة دون الشرك، ويرون خلود العاصي في النار، وعلى مذهب الخوارج أتباع عبد الله بن أباض الراسبي، هذولا من الخوارج، فرقة من الخوارج، ويقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن مخلوق على مذهب الجهمية، جمعوا بين مذهب الجهمية ومذهب الخوارج.